نجم اللقطات في هذه المباراة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. فقدوا الكرة. تعليقا على أداء رياض محرز في الشوط الأول، تمكن من تسجيل هدف تعديل كفة ورجع فريق المباراة بهذا الهدف، وأعتقد بأن هذا الهدف راح يعطيه ثقة كبيرة لتقديم المزيد في الشوط الثاني. توقع جيد في قطع الكرة. ضاعت الكرة. الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. ينطلق يتقدم فيها. الله يا نيمار. جيرارد مورينو. تيمو فيرنر. حلوة التسديدة. كانت قريبة من المرمى لكن عدت. لكن مرات كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. نشاهد فرصة في هذه اللحظات. هنا في مكان خطير. فيليبي أندرسون. عد الفرصة في هذه اللحظات. غوريتسكا. تيمو فيرنر. فيليبي أندرسون. رياض محرز. عمل جيد في قطع الكرة. والآن فرصة لكرة مرتدة. كانت فرصة ممتازة لهجمة مرتدة لكن ضاعت. كرة في مكان خطير. فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. ممتاز نوير. كرة خطيرة. الهدف تقدم. غوريتسكا. تيمو فيرنر. جيرارد مورينو. يا سلام على التمريرة. التقدم يأتي. هدف يدخل إلى المرمى ليحرك كل شيء. الآن كل شيء ممكن يتحول، كل شيء ممكن يتغير. سيبدأ الهجوم تأمين النتيجة. والخروج بهذه المباراة بانتصار. بكل صراحة لم يكن موفقا، واضح أنه بعيد جدا عن مستواه، ليس هو الذي نعرفه أبدا، لا بد من إخراجه من الملعب. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. جوردان هندرسون ينطلق بالكرة يتقدم فيها. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. تيمو فيرنر. موزيس سيمون. كرة بتضرب الخط الخلفي. حارس المرمى يتعامل بشكل ممتاز مع البينية. يتفوق على المهاجم. أداما يستعيد الكرة بتدخل سليم. كرة في الجناح. تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. فيشكا. اوهو ممكن يلعب لك كرة عرضية الآن. قد تكون هذه الفرصة. حلو التدخل واعتراض الكرة. دانيال كارفخال. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. ينطلق يتقدم فيها.
تدخل شتيكن واللعب مستمر الآن. ممكن استغلال المساحة في طرف الملعب. الآن تصل المساندة بالنسبة له. الكرة عند لورا بلان. عند الكرة الآن. هذه فرصة خطرة. مستحيلة يا بنزيما. بنزيما في الأوقات اللي عليها القيمة. في اللحظات الأليمة. التعادل يأتي. سجلها كريم. عادوا من جديد. أي كرة وأي سيناريو. أي لحظة وأي هدف قاتل. الله يا كريم. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء. نعود إلى نقطة البداية من جديد. ثمان دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. ممتاز في قراءة اللعب. يتقدم باتجاه المرمى. للخلف. كم ممكن تكون هدف لو انهى بشكل افضل، لكن شوف حارس المرمى ما بذل اي مجهود في هذه الفرصه. ديونغ تمريره بعد الاخرى، وفي كل مره اتقان شديد جدا. تيمو فيرنر. نيمار. حلوه الكره البينيه من نيمار في مكان سليم. كره بيخلص صغيره. الفرصة في هذه اللحظات. جوردان هندرسون. دقيقتين كوقت بدل الضايع. حلوة الكرة البينية. يكسر فيها المدافعين. اوه ضاعت الفرصة. كانت قريبة. الله على كرة لوب جميل من فوق حارس المرمى. لكن عدت. مرت من فوق العارضة. كم ممكن تكون فرصة خطيرة، لكن المدافع تدخل في الوقت. لم تكن التسعين دقيقة كافية لترجيع. ينطلق الآن الشوط الإضافي الأول بعد نهاية التسعين دقيقة. الفريقين عندهم نصف ساعة لحسم اللقاء. جوردان هندرسون. كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. فقدوا الكرة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. لم تشكل أي خطورة. مساحة موجودة على الأطراف. تيمو فيرنر بيلعبها عرضية أرضية. ركلة جزاء. النتيجة تعادل حاليا. ركلة جزاء فقط بدون بطاقات. من هدف محقق. بيلعب الكرة الوسطى 18. خطأ فادح في هذا المكان. الاستحواذ والسيطرة تعبر عن كل شيء في هذه المباراة. تقارب الأرقام. التعادل المستمر حتى هذه اللحظة. الأهداف هنا وهناك. بيلعب الكرة. حطها في مكان. يا لعيب يا لعيب. الكرة في المرمى. أي لعبة. أي نهاية. هدف في منتهى الروعة. نشوفها من جديد. انظر إلى هذه اللقطة. التحرك اللي كان. التمركز اللي كان. انظر إلى النهاية اللي كانت. والهدف الذي نشاهد الآن. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. يتقدم بالكرة للهجوم. يتدخل شتيكن واللعب مستمر الآن. جوردان هندرسون. يفقد الاستحواذ.
أداما. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. جيرارد مورينو يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. يستعيد الكرة بهذا التدخل. دقيقتين يضيفهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. جميل الكرة البينية من دي بروين. حلوة الكرة البينية. التعادل من جديد. أي ندية وأي إثارة. كل فريق غير قادر على فرض أسلوبه وسيطرته على المباراة. شوف القمة، شوف التكافؤ حتى الآن. إلى مشاهدينا، ينتهي الربع الساعة الأول من الوقت الإضافي، وبعد لحظات راح يبدأ الشوط الثاني و15 دقيقة أخيرة في هذا اللقاء. عشر دقيقة أخيرة تنطلق ضربة البداية الشوط الإضافي الثاني. إيدين فيسكا تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. تحكم مثالي في الكرة. شوف كيف مر من المدافع بشكل سليم. ضاعت الفرصة. يفقد الكرة. جيرارد مورينو. هيونغ مين سون. نلعب الآن في الثمان دقائق الأخيرة من عمر اللقاء بالشوطين الإضافيين. لوران بلا عندنا سبع دقائق حتى نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين. كرة بالخطأ كانت سيئة في اللقطة الماضية. الكرة بتتحول إلى رمي التماس. فابيو جيرارد مورينو قاتل في وقت قاتل يخطف المقدمة ربما يكون هدف الفوز. فشل كبير في التمركز من حارس المرمى في هذه اللقطة. ترك الزاوية مفتوحة تماما. الكرة تستقر في المرمى. اللعب يستأنف الآن من وسط الملعب في مباراة حقيقة حضرت فيها العديد من الأهداف حتى اللحظة. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. تيمو فيرنر. غونيتسكا يستخلص الكرة وينهي المحاولة. تغيير الوضع الآن. بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبحوا المسيطر. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. فيرا تدخل واستعيد الكرة. الحكم يطلق صافرة النهاية معلنا نهاية 120 دقيقة من اللعب. استمتعت كثيرا بالتعليق على هذه المباراة. جيرارد مورينو. تيمو فيرنر.